بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم درسنا التوصيل على التوازي، العلوم صف الثامن مدارس الوطن العربي. الفيديو اللي قبل قعدنا نحكي عن طريقة التوصيل المقاومات والأجهزة الكهربائية على التوالي، وحكينا شو يعني توصيل على التوالي، يعني المقاومات تكون موصولة بشكل متسلسل جنب بعض، وحكينا شو علاقة التيار بالتيار الكلي وعلاقة الجهد بالجهد الكلي وعلاقة المقاومة المكافئة. اليوم درسنا توصيل على التوازي. شو يعني توازي؟ لما نحكي كلمة توازي يعني أي خطين بتقابلوا مستحيل إنهم يلتقوا في نقطة معينة. فلو أنا بدي أرسم دارة كهربائية بيكون فيها المقاومات أو المصابيح أو الأجهزة الكهربائية موصولة على التوازي، فمثلاً لو بدي أرسم عندي المقاومة الأولى أو بعتبره المصباح الأول A1، طبعاً A حكينا من الدرس اللي قبله إنه هو عبارة عن أميتر بيسند تيار كهربائي، عندنا ميم 2 وهي المقاومة الثانية، برضو في عنا الأميتر الثاني، وعنا المقاومة الثالثة ميم 3، هون الأميتر 3، ولو بدنا نشبكه طبعا ببطارية اللي هي أساس اللي بتعطينا فرق الجهد، طبعا وبدنا نرسمه ونحط عنا الفولت ميتر اللي بده يقيسنا فرق الجهد بين طرفي المقاومة، سواء فولت ميتر بيقيس فرق الجهد بين طرفي المقاومة أو فولت ميتر بيقيسنا فرق الجهد بين طرفي البطارية. إذا عنا مقاومة واحد، مقاومة اثنين، مقاومة ثلاث. بنلاحظ إنه عنا ثلاث مقاومات، طريقة التوصيل تختلف عن الفيديو اللي حكينا عنه قبل، إنه ما مش موجودين بشكل متسلسل أو جنب بعض، وإنما بشكل يوازي، كل مقاومة بتوازي الثانية، يعني المقاومة الأولى بتوازي المقاومة الثانية والمقاومة الثانية بتوازي المقاومة الثالثة. طيب لو بدي أحكي ما علاقة التيار الكلي، وحكينا شو يعني تيار كلي أو المكافئ، هو التيار اللي بيمشي بكل الدارة الكهربائية بالتيار المار في كل مقاومة، شو علاقته، كيف بدي أحسبه. طبعا أنا لو بدي أجي أشوف التيار الكهربائي اللي بده يسري بكل مقاومة، طبعا تيار بده يمشي عبر الدارة الكهربائية، تمام، رح يعنا ثلاث أفرع أو ثلاث أسلاك، كل سلك رح يتجزأ منها التيار الكهربائي، رح يعني التيار الكلي هاد رح يتجزأ للسلك الأول فيات المقاومة الأولى، رح يتجزأ للسلك الثاني فيات المقاومة الثانية، وتجزأ للسلك الثالث فيات المقاومة الثالثة. إذا التيار الكلي رح يتجزأ لثلاث أجزاء حسب عدد المصابيح أو عدد الأجهزة اللي عنا. فمن خلال هذا الرسم ومن خلال هاي العلاقة بقدر أحكي إنه تال كلي يعني التيار الكلي يساوي تا واحد زائد تا اثنين زائد تا ثلاثة. حكينا من قبل انه مو شرط انه يكون عند مقاومة ثلاثة، ممكن مقاومة اربعة خمسة لحد عدد المقاومات موجودة عندي. اذا علاقة التيار الكلي هي نفسها تا واحد زائد تا اثنين تا ثلاثة. ليش؟ لانه عنا عدة اسلاك، وعدة اسلاك يعني الشحنات رح تتجزأ، شحنات رح تتجزأ لكل سلك. طيب هلأ شو علاقة ما علاقة الجهد الكلي بجهد كل مقاومة؟ يعني أنا كيف بدي أحسب الجهد الكلي اللي طالع من البطارية، يعني قياس الفولت ميتر الثاني بالجهد الموصول مثلا بالمقاومة الأولى أو المقاومة الثانية أو المقاومة الثالثة. عنا أول إشي طبعا الجهد الكلي يساوي جيم واحد يساوي جيم اثنين يساوي جيم ثلاثة. وحكينا من درس قبل انه الجهد بتناسب تناسب طردي مع المقاومة، فكل ما كانت المقاومة اكبر كل ما كان الجهد الها اكبر، تمام. اما السؤال الثالث او ما هي علاقة، كيف بدنا نحسب المقاومة المكافئة، يعني حكينا شو يعني مقاومة مكافئة أو المقاومة الكلية لتوصيل التوازي، تمام؟ توصيل التوازي. المرة الماضية لما قعدنا نحكي توصيل المقاومات على التوالي كانت المقاومة المكافئة مجموع المقاومات. هلأ بالتوصيل على التوازي فبدي أحسب المقاومة المكافئة والكلية اللي هي مقلوبها، أو خلينا نحكي واحد على ميم كاف ساوي واحد على ميم واحد زائد واحد على ميم اثنين زائد واحد على ميم تلات.
تمام. طيب لو بدنا نيجي نحل السؤال الموجود عندنا صفحة 80، مثال صفحة 80 طالب مني احسب المقاومة المكافئة بين نقطتين س وص المقاومات الآتية. طيب نطلع عندنا بطارية وعندنا نقطة س وعندنا نقطة ص، طالب مني احسب المقاومة المكافئة. طبعا اول اشي بشوف هل هاي الدارة موصولة على توالي ولا توازي. طبعا عم بتبع التيار الكهربائي بلاحظ انه السلك عم يتجزأ او الشحنات بتجزأ او التيار بتجزأ لثلاث اجزاء، الجزء الاول الجزء الثاني السلك الثاني والجزء الثالث السلك الثالث. عندنا المقاومة الاولى 60 اوم، المقاومة الثانية 30 اوم، المقاومة الثالثة 60 اوم. لو انا بدي احسب المقاومة المكافئة بدي احسبها بما اني بحكي توصيل على التوازي، فرح يكون القانون واحد على ميم كاف، يعني المقاومة المكافئة يساوي واحد على ميم واحد زائد واحد على ميم اثنين زائد واحد على ميم ثلاث. تمام يلا، واحد على ميم واحد حكينا 60 اوم، زائد واحد على ميم اثنين هي 30 اوم، زائد واحد على 60 اوم. طبعا انا لما بدي اجمع مقامات لازم انتبه لخطوة اساسية اني اوحد المقامات، عندي هون 60 عندي 30 عندي 60. هلا 60 و 60 متساويين بس عند 30 مش متساوي، فلازم اوحد المقامات. بدور شو الاشي اللي بضربه ب 30 عشان يصير 60. طبعا بشكل بسيط ضرب 2، زي ما بضرب المقام لازم اضرب البسط. اذا جوابي 1 على 60 زائد 1 ضرب 2 2 على 30 ب 2 60 زائد 1 على 60. تمام يلا نجمع. طبعا لما بدي اجمع بما انه المقام واحد كلهم على 60، 1 زائد 2 3، 3 زائد 1 4. اذا 1 على ميم كاف تساوي 4 على 60، بس انا ما بدي واحد على ميم كاف، انا بدي ميم كاف لحالها، فبدي اقلبها، يعني بتصير ميم كاف على واحد زي ما قلبتها بقلب اللي بعد المساواة، يعني 60 على 4. طيب لو بدي اختصر 60 على 4 بشكل بسيط هي نفسها 15، بما اني بحكي عن مقاومة، المقاومة وحدتها اوم. اذا المقاومة المكافئة بتصير بين طرفي البطارية او س ص هي 15 اوم. تمام طلع كتابنا صفحة 81 سؤال تطوير ومعرفة، طالب مني ابحث في طريقة التوصيل الأضواء المستخدمة في السيارة وفي تشغيل مساحات الزجاج الأمامي والسبب في استخدام هذه الطريقة. طبعا هذا السؤال خلينا نحكي يترك للطالب لنشاطه. أما السؤال تقويم والتأمل، طالب مني أي الدارات الآتية لو تعطل أحد المصابيح فيها فلن يؤثر على باقي المصابيح. طيب نطلع على كل واحدة، أني من هاي الدارات ألف ولا باء ولا جيم إذا تعطل واحد من المصابيح ما رح يأثر على الباقي. طيب نطلع على ألف. هلا ألف بلاحظ عندي مصباحين موصولين على التوالي وعندي كمان مصباحين موصولين على التوالي، يعني هدول المصباحين توالي وتوالي، بالمحصلة الأربع موصولين على التوازي، فهل يجوز أو بإمكانه لو تعطل واحد من المصابيح ما رح يأثر؟ لا، لأنه توالي لو واحد تعطل الباقي رح إيش يخرب، وهون لو واحد تعطل الباقي رح يخرب، يبقى هاي ما بستثنيها. بستثنيها ليه؟ لأنه في موصول على التوالي، وحكينا من المرة الماضية إنه الدارة الموصولة على التوالي إذا تعطل فيها أحد الأجهزة وأحد المصابيح بتصبح الدارة مفتوحة، يعني ما بيمر فيها تيار كهربائي، يعني بتعطل الباقي. بما إنه هيك عم زي ما إحنا شايفين فبستثنيها. طيب نطلع على باء. باء بلاحظ إنه عندي أربعة مصابيح والأربعة موصولين فقط على التوازي، إذا هي رح تصلح أو بتزبط. ليش؟ لأنه لو واحد خرب، على فرض إنه هذا المصباح خرب، التيار رح يضله ماشي لأنه كل تيار أو كل سلك له تيار خاص فيه، فما رح يأثر على هذا السلك إذا خرب. إذا باء رح تكون صالحة. طب نطلع على جيم. هلأ جيم في عنا مصباحين موصولين على التوالي والثالث موصول معهم على التوازي، يعني هدول على التوالي وهدول اثنين محاد على التوازي، فإذا خرب واحد رح يخرب الثاني، فهاي كمان ما بتصلح. إذا جوابنا رح يكون باء. تقويم وتأمل صفحة 81 جواب السؤال واحد، طبعا الدارة باء لو تعطل أحد المصابيح
لن يؤثر على الباقي لأن التوصيل إشماله على توازي. دائما بدور على الدالة الموصولة على التوازي. السؤال الثاني بحكي لنا تضيء المصابيح في الدالة الموصولة على التوازي بشكل أقوى من المصابيح الدالة الموصولة على التوالي. لماذا؟ ليش لما تكون الدالة الموصولة على التوازي بتكون مصابيح شدة إضاءتها أعلى؟ طبعا ليش؟ لانه بنحكي انه المقاومه المكافئه للمصابيح الموصوله على التوازي بتكون قليله، مش احنا حكينا على مجموعها او على مقلوبها، فرح تكون المقاومات رح تكون قليله، فبالتالي لما تكون مقاومتها قليله معناته تيار عالي، لانه حكينا علاقه عكسيه بين التيار وبين المقاومه لما حكينا قانون اوم. تمام، علاقة عكسية بيناتهم. فإذا نحكي الجواب لأن المقاومة المكافئة لمجموعة المصابيح الموصولة على التوازي أقل. هي أهم إشي، يعني أنا بدي مقاومات قليلة عشان يكون تيار عالي، عشان تكون شدة الإضاءة كبيرة، وبالتالي يمر التيار بقيمة أعلى من لو كانت الدارة موصولة على التوالي. طيب عندنا السؤال الثالث بحكينا السؤال فسر توصل الأجهزة الكهربائية المنزلية على التوازي. أنا ليش بدي أوصل، أو خلينا نحكي الأفضل، الأفضل إني بدي أوصل الأجهزة الكهربائية في المنزل على التوازي. طبعا بشكل بسيط، حتى لو صار عندي تلف أو خلل وحكينا بأي مصباح أو أي جهاز كهربائي في المنزل ما يؤدي ذلك إلى تعطل باقي الأجهزة. فلو بدنا نجاوب هذا السؤال، طبعا عندي عدة أسئلة بس لو نجاوب هذا السؤال هي توصل الأجهزة الكهربائية المنزلية على التوازي، نحكي لأن لكل جهاز من الأجهزة يعمل على نفس فرق الجهد، وهذا يوفر التوصيل على التوازي من حيث إمكانية تشغيل كل جهاز. يعني أنا بإمكاني أشغل جهاز بشكل منفصل عن الجهاز الثاني، هاي أول شيء. ثاني شيء، إذا خرب أو توقف أحدهما عن العمل أو صار فياته خلل لفرضاً مثلاً، بصير عندي هذا ما بيمنع وصول تيار كهربائي لباقي الأجهزة. إذن الجواب زي ما حكينا هيو هون. طيب في عندي فوائد من توصيل توازي. المرة الماضية بالفيديو قبل حكينا فوائد وإيجابيات التوصيل على التوالي وسلبياتها، هون نحكي عن فائدة التوصيل على التوازي. شو الفائدة أو ما الفائدة من توصيل على التوازي؟ أول إشي يمكن تحكم بإطفاء وإضاءة أي جزء من الدارة دون التأثير على باقي الأجزاء. يعني أنا عندي لو عدة مصابيح وعندي مصباح 1 2 3 وبدي أضوي بس المصباح 1 و2 وما بدي أضوي 3، بإمكاني أضويهم وثلاثة يكون مفصول أو مطفي بدون ما أثر عليهم. تمام؟ 2، إذا تلف أحد الأجهزة تبقى باقي الأجهزة تعمل ولا تتعطل، هذا موجود في بيوتنا. 3، الحصول على مقاومة صغيرة غير متوفرة من مجموعة مقاومات كبيرة. إذن 3 فوائد للتوصيل على التوازي. سؤال الثاني هكينا تضيء المصابيح في الدارة الموصولة على التوازي بشكل أقوى من المصابيح الموصولة على التوالي. طبعا حكينا هلأ ليش حكينا، لأن المقاومة المكافئة لمجموعة المصابيح على التوازي أقل، وبالتالي يمر التيار بقيمة أعلى. كلمة قيمة أعلى ليش؟ لأنه علاقة عكسية بين المقاومة وبين التيار حتى لو كانت موصولة على التوالي. تمام؟ إذا هدول 3 أسئلة ملخص درسنا، نحكي إنه التوصيل على التوازي هو عبارة طريقة من الطرق بتم فيها توصيل الأجهزة الكهربائية أو المصابيح، هي طريقة مثالية بحيث تضمني إنه باقي الأجهزة ما تخرب لو صار عندي تعطل. حكينا علاقة التيار وعلاقة الجهد، أو شيء التيار الكلي هو مجموع التيارات اللي بتصير بالدارات، ده 1+2+3، أما الجهد الكلي هو نفسه جهد 1 يساوي جهد 2 يساوي جهد 3، أما المقاومة المكافئة نأخذ مقلوبها 1 عميم كاف تساوي 1 عميم 1+1 عميم 2+1 عميم 3. حكينا بشكل عام عن هاي الطريقة وشو فائدتها وشو فائدة توصيل الأجهزة في المنازل. شكراً.